رح نحكي عن الأمور بالحياة لأنه بتكون متقلبة ومتغيرة، وكل يوم في دايما شيء جديد منعيشه، في يعني لحتى نطلع شوي عن الروتين ونستمر كمان بحياتنا اليومية. وفي شهر رمضان المبارك هناك الكثير من ذلك الجديد يلي منشوفه محيط فينا، وما هي أهمية هذا التغيير، وما أهمية أو قيمة هذا التغيير، وكيفية تغيير حياتنا وخاصة بشهر رمضان الكريم. رح نحكي عنه أكثر مع الأستاذ الشيخ عامر محمود حوارني، مدير مجمع الإحسان الإسلامي، ضيفنا لليوم. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخيرات، رمضان كريم عليكم وعلى السادة المشاهدين، الله يتقبل صيامنا جميعا. آمين يا رب. أهلا وسهلا صباح الخير فيكم. ورمضان كريم عن جديد. يسعد صباحكم. خلينا نحكي يا فضيلة الشيخ عن أهمية رمضان اليوم باكتساب عادات جديدة، أو حتى نتعود على تغيير. هذا التغيير المفروض هو يكون إيجابي، لا مو بس رمضان، لبعد أشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. مجرد قدوم رمضان هو علامة للتغيير. احنا حنطلع من روتين حياة عايشينه، ناكل امتى ما بدنا امتى ما بدنا، عايشين حياتنا بكما نريد، الى فترة، الى شهر كامل الله سماه اياما معدودات، حتتغير في كل ترتيبات حياتنا، ابتداء من الاكل والشرب الى بقية انواع العبادات اللي احنا بنأديها لرب العالمين. فدخول شهر رمضان هو بداية التغيير، ثم تأتي ايام رمضان فتغير فينا شيئا فشيئا ذلك السلوك الذي ربما نغفل عنه. أنا كنت عايش بنعمة عظيمة، عم باكل واشرب امتى ما بدي. بتذكر في إنسان يمكن ما عم يقدر ياكل ويشرب، مريض أو ما عنده أكل، أو ممكن عم يحاول جهده ليأمن مثل ما بيقولوا لقمة العيش اللي صارت كتير صعبة بزماننا. فبيبدأ التغيير فيني لحس بهدول الناس واشعر فيهم. هلأ في فكرة أنه الصيام بذكرنا بالفقراء، طيب الفقير لما بيصوم مين بيتذكر؟ لا، هي مو لهالدرجة هي اللي يعني نحن نبغ فيها، لكن رمضان بيطالعنا من حالة روتينية عايشينها 11 شهر لشهر، من رحمة الله خلاه شهر واحد، نشعر فيه بنعم الله علينا سبحانه وتعالى. حتى الطبيب بيقول للمريض بدك تغير مثلا أوقات الدواء، في بعض الناس ما بيقدروا يصوموا، ففي فارة الصيام اللي هي إطعام كل يوم مسكين عن هذا يعني اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان إذا كنت مريضا. نأتي إلى أيام رمضان والعبادات اللي الله شرع لنا إياها في رمضان وعلمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن هذه العبادات تنقلنا أي نقلة حتى نبدأ صفحة جديدة، حتى نبدأ خطوة جديدة في حياتنا. فعندنا مثلا السحور الذي هو وقت احنا ما لنا معتادين لا نقوم ولا ناكل فيه، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتسحر، تسحروا فإن في السحور بركة. إذا هون في خطوة بالأشياء الملموسة، احنا ما عم نحكي عن الأخلاق والمعنويات والروحانيات، لا عم نحكي لسانا بالأشياء الملموسة. بيجي على وقت الإفطار لما بنجلس على طعام الإفطار، غالبا موائد رمضان فيكون فيها اجتماعات، يعني قل من لاقي صفرة برمضان أو يعني حالة إفطار أو يوم إفطار ما في جمعة ولو أهل البيت لحالهم. صحيح. طب هذا كمان تغيير، خلانا نجتمع مع بعض في وقت واحد على طعام واحد. غالبا نحن بباقي الأيام واحد بالجامعة أو حدا بالمدرسة أو حدا بالوظيفة، كل ما أجا حدا حطولي أكل أو بيعمل سندويشة بيأكل. أما نحن برمضان تغير هذا الروتين اللي كنا عايشين طول السنة، تغير هذا النظام لنجتمع كل يوم على هالمائدة هاي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، تحصل بركة بالطعام. نسأل بعضنا، نشوف بعضنا، بجوز أحيانا بالعيلة الوحدة بالبيت الواحد ما نشوف بعضنا كل يوم بحسب أوقات شغلنا، أوقات يعني حركتنا، أوقات عملنا، فمنلاقي أنه رمضان عم يجمعنا. هلأ منجي لصلاة التراويح كمان اللي هي العبادة المخصوصة بصلاة بشهر رمضان، هي لا تؤدى غير برمضان، فما في صلاة تراويح غير برمضان. يعني لو خطر ببالي مثلا بذي الحجة مثلا أو بشوال أو بمحرم صلي تراويح، هذا مو صحيح، ولا بكون عم بتعبد الله سبحانه وتعالى. أنا بتعبد الله في شهر رمضان بصلاة التراويح. الآن هذه الأفعال لابد أن تؤدي إلى ناحية أخلاقية، اللي هي مثلا أنه أنا
صير أكثر صبرا في رمضان، بدي صير أكثر تحملا في رمضان، لأنه أنا عم أقول لربي سبحانه وتعالى كل يوم وقت بقعد على الإفطار: اللهم إني لك صمت. أنا إلك صمت يا رب. طب طالما أنا إلك صمت، معناته أنا أنتظر منك أن تؤجرني وتثيبني على هذا الصيام. طب كيف أنا بدي إياك تثيبني وتأجرني على الصيام وأنا لك صمت وبعدين بعصب على الناس طول كل النهار؟ تماما شيخنا، يعني هاي النقطة اللي خلينا نحكي فيها، يعني عم نحكي عن العادات وعم نحكي قديش حلو كيف منجتمع برمضان، قديش منشيل التكبوجة والموبايلات من ايدينا وخلص من يعني افطارنا سوية، منصلي صلاتنا مع بعض. تماما صلاتنا مع بعض. خلينا نروح لحالة اللي حكينا عنها يمكن دائما، حالة انه اللهم اني صائم، انا بدي اعصب عليك لاني صائم. طيب نحن عم ناخذها بالمنحى الحلو انه رمضان بيجنا، رمضان حلو، شهر كريم، شهر مبارك. ليش في كثير من الاشخاص بدهم بالعاميه يمننوا العالم انهم صايمين؟ يعني يقول لي ما انه صايم، ما انه قدران، بجوز عنده ظروف خاصه كمان، نحن بنتنمر عليه وبنصير من عادي ما بنعرف شو كمان. تماما ما بنعرف شو ظروفه. خلينا هيك شوي نحكي عن هالحاله شيخنا. هلا اولا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عن الصائم نفسه: إذا كان صوم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ما يتكلم الكلام السيء اللي الناس بتتأذى منه، الكلام الفاحش، ولا يصخب. الصخب هو الصوت مرتفع والضجيج. خليك هادي وخليك رايق، لأنه أنت صايم، وأنت صايم مو لحدا، وأنت صايم لرب العالمين مثل ما حكينا: اللهم إني لك صمت. أن النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه، يعني إجا واحد خلينا نقول بالعامية تغلظ علينا، التصرف معنا، أساء الأدب معنا، فليقل: إني امرؤ صائم أو إني صائم. هي لمين بدي أقولها؟ أنا بدي أقول لك أنا صايم؟ أنت بدك تقولي لي أنا صايمة؟ لا أكيد لا. المقصد: أيتها النفس تأدبي، لأن هذا اليوم صيام. فأنا أخاطب نفسي، أذكرها بتلك العبادة العظيمة التي قال فيها ربنا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والتي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الخطاب للناس، مو لأقول للناس يا ناس تعوا شوفوني أنا صايم، تعوا ديروا بالكم علي، لا حدا يحاكيني، لا حدا يدللني، عفوا دللوني كثير، لا حدا يزعجني أنا صايم. لا لا، مو هذا الكلام المقصود. المقصود أن يكون حوار بيني وبين نفسي: أنا صايم، معناته أنا عندي أخلاق الصائم، أنا عندي سلوك الصائم. الآن منيجي على إنسان ما له صايم، أنا ما بعرف شو ظروفه هذا اللي مو صايم، صح، ما بعيب عليه ولا يعني بعيره بعدم صيامه. بجوز مو مطالب بالصيام هو، يعني احنا بمجتمع في اطياف كثيره، ونحن بمجتمع في يعني الوان جميله، فما بيصير والله لانه انا صايم انت ما بتحكي معي ولا كلمه. بنلاقي بعض الناس بيعلى صوته على اشاره المرور مثلا، على دور البنزين مثلا، عند البياعين نفسهم، بده يشتري سوس مشان يفطر، بيتخانق هو اللي معه او ليش، لانه مشاه قبل او كذا. الصيام تهذيب للنفس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. بالصيام نحن عم نضيق هالمجاري هي مشان ما نخلي الشيطان يتغلب علينا، مو بالعكس، مو بالعكس، نحن تثور ثورتنا ويعلى غضبنا على الناس، ويمكن كسر، يمكن اترك شيء، يمكن بطل من مهنتي، من عملي، يمكن غيب عن جامعتي، عن مدرستي. قال صايم لك؟ لا، صايم رمضان شهر الجد. ليش تكن منقوم على السحور مثل ما حكينا قبل بشوي؟ ليش أنا بروح بصلي التراويح؟ ليش اسمه قيام رمضان؟ حتى يعلمني النشاط، يعلمني الحركة. باقي الأيام بنام إمتى ما بدي، بفيق إمتى ما بدي. رمضان نظم لي هالأوقات هي حتى غير هاي النفس التي كانت تعيش على هواها. فأنا ما بقول للناس أنا صائم أو اللهم إني صائم، أنا عم أقول لنفسي: ديري بالك يا نفس أنا صائم. معناتها أنا لازم أكون بأدب الصوم، معناتها أنا لازم أعظم هذا الشهر. أحكي لك شغلة، نحن عنا حقيقة أمر أنه نحن منبالغ كثيرها، كثير بنصرنا عم نبالغ وعم نهول استقبال شهر رمضان. فمنحكي عن استقبال رمضان وجاية رمضان وحلوة الزينة، ومنحط صور، منحط أشياء، منحط شغلات تذكرنا كل ما التفتنا برمضان.
فلما بيدخل رمضان بنلاقي صار انه رمضان عادي يعني ما عم نتغير شيء او ما عم نغتنم رمضان مع صحيح. انه رمضان ايام معدودات ورمضان ايام لابد ان يغتنمها الانسان بكل لحظاتها مو باي بكل لحظه لانه في لحظات في استجابه الدعاء في لحظات في عطاء من الله تعالى جت عنا صدقه الفطر اللي هي ما كانت موجوده قبل رمضان حتى نطلع عن بخلنا عن شحنا حتى نكون كلياتنا ملزمين بمساعدة هؤلاء الناس اللي الله سبحانه وتعالى ضيق عليهم وجعلنا من فضله نحن أهل لأنه نساعدهم. أما أنا أقول اللهم إني صائم معناته أنا اليوم ما حروح على شغلي، ليش يا حبيبي؟ قال إيه صائم ما بتحمل، أنا ما حدا بيحاكيني برمضان. لا غلط، أنت إذا هيك معناته أنت ما فهمت شو يعني رمضان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقلنا، لو تعلم الأمة ما رمضان، لو بتعرف الناس هالناس هدول لو يعرفوا شو رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. أحكي لك هيك شغلة، يقول عليه الصلاة والسلام صمت الصائم تسبيح، الصائم إذا هيك صار حالة نرفزة وحالة تعصيب كذا كأنه عم يسبح الله كأنه عم يذكر الله. وربنا سبحانه وتعالى عبادة الذكر من أجل العبادات عنده سبحانه وتعالى، فسكوت الصائم وصمته عن أن يجادل الناس هذا يعتبر له تسبيح. لذلك ما بقدر أنا أكون صائم وكون أخلاقي سيئة، ما هو الصيام بهذب الأخلاق، الصوم نصف الصبر والصبر ثوابه الجنة. شوف النبي جعلنا نصف الصبر بهالحالة هي. في مسألة ما أعرف إذا كنت تسألوني ولا كمل أنا كلامي. في مسألة مهمة جدا وهي أن هذا الصيام الذي أمرنا به وجعله الله تعالى فريضة علينا من العام إلى العام هو مدرسة تربوية يجعلني أنظر في كل حركة من حركاتي مراقبا لله تعالى. عندنا مقام بعبادتنا لله اسمه مقام الإحسان. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن مقام الإحسان فأجاب أن تعبد الله كأنك تراه. ما بنقدر نشوف الله نحن لأنه نحن بصرنا وقدراتنا البصرية محدودة، فما ممكن للمحدود أن يرى اللامحدود اللامتناهي سبحانه وتعالى. قال فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. إذا نحن تحت مراقبة الله تعالى لنا، طالما أنا الله عم يراقبني لازم يكون على أحسن حال. لما هلأ نحن الكاميرات عم تاخذنا مع سادة المشاهدين عم نظبط قعدتنا عم نظبط بسمتنا كلامنا، ليش؟ مشان نطلع حلوين، مشان الصورة تاخذنا بأحلى شكل بأحلى هيئة. طيب كيف نريد من الله أن ينظر إلينا؟ على معصية، على فحش بالكلام، على خصام، على خلاف؟ لا، رمضان شهر بركة، شهر التراحم. إذا أنا في خلاف بيني وبين حدا لازم برمضان صالح وصلح هذا الخلاف وعند هذا الإنسان، ولو كنت مغلوب شوي معليش كرمال رمضان كرمال الله يتقبل صيامي. لذلك ما ممكن لمؤمن أن يمر عليه رمضان وحاله قبل رمضان ما زال مستمرا في رمضان. نعم. خلينا بس نستغل الدقائق المتبقية، نحن صرنا بنصف رمضان تمام. بعض الأشخاص ما تغير أي شيء على سلوكهم سوى موعد الأكل للأسف. في عنا فرصة نصف رمضان تمام. كيف تمام. الواحد ممكن يبدأ ليحس بهي الأجواء الروحانية ويغير من طباعه وسلوكه؟ يعني شكرا على السؤال. رمضان أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. نحن تماما بالمنتصف اليوم، يوم 15 رمضان. نحن عنا ليلة عظيمة جدا 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 بتخلينا نستدرك كل هذا الذي مضى، ليلة القدر التي قالها ربنا سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني عبادة في ليلة القدر تعدل عبادة في ألف شهر. حسبة بسيطة، ألف شهر أكثر من 83 سنة من العبادة. مين بيعيش هالعمر؟ مين بيوثق أنه يمد له الله بعمره لحتى يصل لهالسنوات؟ اغتنم أنا هالعشر الأواخر. شو قال يعني أحد الصالحين؟ أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وما بقي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنا إذا ما انتبهت على الأيام الماضية
هلأ معي فرصة لسه، معي لسه 15 يوم، معي 14 يوم، لأنه ممكن يكون 29 رمضان ما يكون 30، وعندي ليلة عظيمة جدا جدا جدا، هي خير من 1000 شهر، قال فيها ربنا سلام هي حتى مطلع الفجر. أهم نقطة في ليلة القدر، أهم نقطة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، هي المصالحة، هي التسامح فيما بين اثنين. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج للناس وأن يعلمهم اليوم المحدد لليلة القدر، فوجد رجلان يتلاحيان مختصمين وعم يعلوا صوات على بعض، قال خرجت لأخبركم عن ليلة القدر ولكنها رفعت. ليش؟ لأنه هدول يتخاصموا، فعم يقلنا النبي بدكم ليلة القدر، بدكم الله يتجلى عليكم بهالليلة، بدكم الله يغفر لكم، بدكم الله يرحمكم، أي معناتها اغتنموا هالليلة بالتسامح فيما بينكم، وانشروا الصلح والمحبة فيما بينكم حتى نقبل على الله بقلوب نقية صافية. نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن ينبهنا إلى فضل رمضان الذي هو أيام معدود، أيام معدودات، تمضى الأيام، يمكن نحن ما في شهر بالسنة نحفظ أيامه مثل شهر رمضان، يعني ما حدا بيخربط بأيام رمضان، لأنه هو الأيام المعدودات السريعات. ونتيجة الصيام حتى نحن نعرف وين رايحين وشو النتيجة، نتيجة الصيام هي التقوى لله تعالى، يعني أن أكون على مراقبة حقيقية لكل فعل من أفعالي، فأنضبط بضوابط الشريعة، فلا أسيء لأحد، ولا أعتدي على مال أحد، ولا على أعراض الناس، ولا على يعني أعمالهم، أن أكون مراقبا لله تعالى، لأن عشت مدرسة الصوم التي هي امتناع عن الطعام والشراب وامتناع عن الشهوات. الناس صاير فيها، ما بعرف إذا معنا هيك لحظة نحكي، تماما أكيد معنا، إيه تمام. الناس صاير فيها أسهل ما عنده الامتناع عن الطعام والشراب، مع أنه هو مسألة صعبة على النفس شديدة، بيقول لك لا أنا متعود أصلا ما بأكل، أنا ما بفطر أصلا، بطلع بلا فطور. طيب شو اللي أنت لازم تمتنع عنه لحتى يتغير سلوكك؟ امتنع عن كل ما حرم ربي سبحانه وتعالى. أما أنا امتنع عن أمر هو حلال اللي هو الأكل والشرب، ولا امتنع عن أمر حرام وهو الغيبة مثلا، وهو الغضب، وهو الخصام، وهو الفجور بين الناس، ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأتين في نهار رمضان قاعدين، شو عم يعملوا؟ عم يحكوا مع بعض، عم يتسلوا بفاكهة المجالس اللي هي الغيبة، بيقعدوا عم يحكوا هيك مع بعض فلان وكذا وكذا وكذا، تمام. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقيئا، قال فاستقاءت كل واحدة علقة من دم، لأنه الله قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة هيك كأنه الواحد عم يأكل بلحم أخوه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هاتان صامتا عم حل الله، هو الأكل والشرب حلال، وأفطرتا على ما حرم الله وهو الغيبة. لذلك نحن بنراقب الله، أنا صايم وهلأ بحاكي نفسي أنا صايم، كل واحد فينا بيقول يا رب أنا لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، شو حنقول آخر شيء؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت لك الأجر إن شاء الله. يعني شيخنا كلامنا دائما بيطول مع حضرتك، شكرا كثير لك. ومثل ما قلنا نحن ب 15 رمضان ان شاء الله هيك يعيدوا على الكل بالخير والبركه، والما لحق حاله يلحق حاله هلا. تماما. انا بدي كنعايد هيك يعني وطننا الحبيب، بكره 17 نيسان، عيد الجلاء، وكمان في عيد الفصح الغربي، تماما ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخيرات والمسرات، وهذا شأن رمضان، في كل الخيرات والبركات إن شاء الله. الله بيعيده بالمسرات، الصيام والفصح والجلاء، آمين يا رب. يكون إن شاء الله هيك بشارة نصر وفرري إن شاء الله يا رب. حياكم الله. شكرا كتير إلك. حياكم الله. أنا وسهلا. أما هلأ لا يسر الوقت لننتقل لغرفة الأخبار.